أخيراً وبعد طول انتظار تنطلق مساء اليوم منافسات الدوري الألماني الذي يعد الأكبر في العالم من ناحية أعداد المتفرجين، وفوز ألمانيا بمونديال البرازيل سيزيده في هذا الموسم جاذبية. قد يكون الدوري هذا العام أكبر من السابق. النسخة الأولى من تدريبات بايرن ميونخ حضرها 70,000 متفرج، حضروا بالطبع لرؤية أبطال العالم الذين يلعبون في صفوف النادي البافاري. الصورة كانت مشابهة في دورتموند، فعشرات آلاف المشجعين حضروا أيضا التدريبات، والسبب أيضا واحد وهو رؤية أبطال مونديال البرازيل. من الرائع أن نعود إلى هنا. لا شك في ذلك. شاهدت نهائي المونديال، المنتخب الألماني قدم كرة متميزة. نحن معروفون الآن. الدوري الألماني هو الأفضل في العالم. كرة القدم الألمانية محبوبة للغاية في فرنسا. سمعة الدوري الألماني جيدة، ولكن التسويق ما زال يعاني من بعض النواقص. فبينما تبلغ قيمة مبيعات حقوق بث البوندسليغا 70 مليون، يتصدر الدوري الإنجليزي اللائحة بقيمة نصف مليار يورو، أرقام تريد رابطة الدوري استغلال لقب المونديال في زيادتها. أنا كريستوف كرامر من مونشن غلادباخ، من الرائع العودة إلى الدوري الألماني كبطل للعالم. أنا خوسي ماتو، مرحبا بكم إلى الدوري الألماني. الدوري الألماني في أفضل حلله، وكل ما ينقصه ربما قليل من التشويق. فالإجابة على سؤالنا عن بطل الموسم المقبل كانت واحدة رغم اختلاف جنسيات من سألناهم. بايرن مونشن. بايرن مونيش. بايرن مونكو. بايرن ميونخ للأسف. وأنت؟ بايرن.